ما عندي أي خلفية عن البحر. كذي دخلت البحر كان في خوف، في خوف إني ما كنت أعرف أسبح، في خوف إني أول مرة أدش البحر. هذه اللحظات اللي هي اللي تعيشها مع البحار الشراعي تقويك أكثر في الحياة، لأن الحياة ما سهلة، الحياة تحتاج تحدي، الحياة تحتاج إلى إثبات ذاتك في كل شيء أنت تتمنى تحققه. سام راح تكون ليشيت وأنت عاد تقصوا قدام ولا أنا راح أكون البيت. أوكي. اسمي رايا راشد الحبسي، عمري أنا من مسقط، عمري 24 سنة. رجاء مبارك حبيب العويسي، عمري 21 سنة، من منطقة الباطنة جنوب، ولاية من صنعاء، قرية وايد العيس. أنا بحارة في قارب الثريا الفريق النساء. بدأت القصة من تخرجت من جامعة استطاع قابوس من قسم التربية الرياضية، جاتني الفرصة أني أسجل في برنامج الإبحار الشراعي اللي هو برنامج الإبحار النسائي في شركة عمال الإبحار. In 2011, four young Omani women decided to break the mold, challenge stereotypes, and learn to sail. It's a world that can be dominated by men, but Rajaa, Entisar, Raya, and Asrar made up the crew of al-Thuraya. They and their boat were named after a constellation of stars. والله أنا ما كنت متوقع أن أدخل البحر، أنا ما أعرف أبداً في شيء. طبعاً أبداً ما توقعت أني راح أشتغل البحر، كنت يعني كل تفكيري كنت صح يعني أقول أريد أروح البحر، أريد أروح البحر، ما كان أبداً يعني رغم أننا قريبين أبداً ما يعني متواصلين من البحر، كله في البيت، يعني إذا رحنا من بعيد أشوف البحر، ما أنا كنا وايد قريب منه. وطبعاً التخوف والتحدي هو كان أساس انضمامنا لبرنامج البحار النسائي، أساس أنها رياضة جديدة، رياضة ما عندنا خبرة فيها، وجديدة على المجتمع وجديدة على النساء بشكل خاص، فحبينا نغامر شوي. خلصت مدرسة ثانوية عامة، طبعاً ما حالفني الحظ إني أدخل كلية وكذي، جلست تقريباً سنة، بعد سنة سمعت إن في عمال البحار أول مرة أسمع، رحت قدمت على أساس إني أريد وظيفة وكذي، الحمد لله رب العالمين، تدريبات سويت كل التدريبات قبلوني فيهن. والله إيه قبل، أنا كنت خريجة جديدة وأحمل بكالوريوس في المالية، فكان طبعاً يعني أنا بروح البنوك بشتغل في الجهة المالية، بس أنا من نوع شخصيتي أحب الأعمال خارج عن روتين، فأول ما دخلت عمال البحار كل مرة تجيني فرصة جديدة عن كله، فأحس أنه ما في روتين أبداً في الشغل. Oman Sail is funded by the government and started in 2008. Its stated aim is to revive Oman's maritime heritage, promote the country internationally, and quote, use the power of sport to contribute to the development of the Omani people. بعد ما خلصت ثانوية زوجت خالي فاجأتني تقول لي أنا في يعني مدربات في مال العمال البحرية، فيعني لها شجعوني فيه وحبيته يعني. على طول انا قدمت ونفس اليوم اتصلوا فيني
وبعدين لما أول انترفيو قدمتها هنا مع نيل، قدمتها مع نيل وشذا. فأول يوم رمضان كان، كنت صايمة ومخلصة من هناك دوام، وعلى طول جيت انترفيو هنا، وخلصت انترفيو ورحت البيت. Out the spinnaker. Now I will explain why. Up, down. Okay. We're going to start. Down. When I joined the company a year and a half ago, those women were just starting to do some racing, and it was just a one-off opportunity. But then they did so well, and the idea was such a good one that it was decided we should let them continue. They enjoyed it. It's hard work, but they seem to like that. كان تقريبا مع 30 بنت تقريبا، ما اذكر كم، بس مع بعد اربعه اسابيع تم اختيار منهم بنات اللي كان يعني اوكي، يعني قدرا يعني يستحملن، مع وجود اكثر من 70 متقدمه في البرنامج في بداياته. لانك انت تلاقي في برنامج جديد، برنامج تحدي وفي مغامره، ومن مختلف المستويات التعليميه، اللي متخرجه من الجامعه واللي مخلصه من الثانويه، من مسقط، من صنعاء، من بركه، من مناطق مختلفه. وبالتالي هذا نجاح للبرنامج، وصار البنات في البرنامج من 3 الأسابيع الأولى اللي كان فيها الاختبارات ووصولهم إلى الآن، فهذا يعطي البرنامج نجاح أكثر. أول أسبوع حسيته صعب، أول أسبوع كان ما في جزء من جسمي ما يعورني، كامل يديني رجولي حسيت صعب، لأن كنا نرفع القوارب يعني من سليبوي نجيبه، كان مسافة طويلة وحسينا قارب ثقيلة، يعني الحين تعودنا. The young women had to pass an initial training stage in order to be accepted at Oman Sail. رايا الحبسي، مبروك حق البنات. أنا عندي خبر حقكم كلكم، كلكم نجحتوا. كنت في داخلي أقول ما بيختاروني، متأكدة قاعد أقول ما بيختاروني، ما يريدوني، يمكن 200 ما يختاروني، كذا قاعد أقول في نفسي. بعدين يوم سمعت إنه بدأ تقول أسماء، يعني قلت لي إيه ما يختاروني، بعدهم ما يختاروني. بعدين قالت في خبر ثاني يعني لكم كذي. انصدمت يوم قالوا كلكم مقبولين، يعني كان فرحة كبيرة، يعني كل ما أشوف فيديو بعدني يعني مثل قشعريرة تجين. أنا كنت شوية وصيح كنت مرتبكة لآخر درجة ومنزلة راسي، ما أشوف على الكاميرا ولا على شذا وهي تتكلم، أنا كنت بس خايفة واجد. هذا قارب، وش اسمه هذا؟ أوكي زهرة. شراع بالإنجليزي وش نسميه؟ خير النساء's progress out at sea was unfortunately affected by an untimely illness. But the company offered her a job on dry land in the education center. Now she teaches young children about the sea and tries to inspire other young Omanis to get involved in sailing. لكن سوء الحظ اني نفس اليوم الاختبار كنت مريضه، ما قدرت اقدم الاختبار، فقلت لهم انا اقدم اختبار لياقه بدنيه لكن ما اقدر انزل في البحر لان الزكمه وكحه وما اقدر انزل في البحر، فقال لي ما يصير فما قدمت.
Oman has over 3,000 kilometers of coastline, and so has always had a close relationship with the sea, and not just through fishing. Pearl diving goes back centuries before the Common Era, and the ancient pearl grounds stretched along the Arabian Gulf coast beyond the Strait of Hormuz that separates Oman from Iran. By the 19th and 20th centuries, Gulf pearls were among the most highly sought after and brought in considerable revenue. But pearl diving was an exclusively male domain. ولاية المصنعة لأنها منطقة ساحلية فالنساء أصلاً بالنسبة لهم الحياة جداً مفتوحة على فكرة المناطق الساحلية معروف عنها أن طبيعتها أكثر انفتاحاً من المناطق الجبلية طبيعة البحر الدخول والخروج والتجارة اللي كانت قديماً في عمان كانت كلها مناطق ساحلية مصنعة؟ مصنعة والله كل شيء يعني حقيقة بالحكام وبأهلها وكان أهلها أول ناس يحبون الفرح The stereotype is that men go to sea to fish and that women stay at home to keep house. But some parts of Omani society have always challenged that common belief. احنا مجتمعنا جدا مرن ومتقبل للتغيرات على فكره قبل فريق الابحار اللي هو حديث العهد احنا تاريخيا في مناطق معروفه في عمان ان المراه هي التي تذهب للصيد والى اليوم هي التي تذهب وتر يعني في القارب وتصيد السمك وتأتي تحمله إلى السيارات وتبيعه هاي معروفة في مناطق معروفة على مستوى عمان إن هذه المنطقة نسائها في البحر يكاد يكون أقوى من الرجال. The way in which Gulf countries respond to change is a question they wrestle with on an almost daily basis. How to maintain traditions in the face of rapid growth and modernization, and how to balance local values with outside influences. Different countries adopt varying approaches, as do individual families. أول شيء يعني تقبلهم كان الوالدة كانت خايفة الوالد كان يعني يشجعني وايد يعني ما كان يعني يعني كما أقول إني حبطني لا بالعكس كان يعني يقول لي يعني ما سوي يعني قد ما تقدرين تسوين وإخواني كانوا بعد نفس الشيء ما عندهم أي اعتراض الحمد لله يعني بسببهم يعني اللي وصلت الحين بسببهم طبعا كل شيء كان يعتمد على كيفية طرح الموضوع على المجتمع طبعا برنامج الإبحار النسائي لما بدأ كانت تدريباتنا في جو نسائي بحت المدربات أجنبيات من العنصر النسائي طبعاً العالم المحيط ببرنامج الإبحار النسائي معظمه من النساء فهذا الشيء كان شيء كبير يدعم البرنامج بالنسبة للمجتمع قالوا لي بداية أني مجنونة قالوا لي أنت وحيدة اللي فيش جنون وفيش هوس مع البحر أنت مجنونة بتروحين تغرقين عمرك أول في البداية صح صعبة كانت بس شافوا أسرار المنطقة يعني إحنا منطقتنا ما وايد يعني شو ما تقول داخل يعني ما قريبة من العاصمة وكذي فتلقينا الأشياء اللي تجي معانا نجيها قبل باستغراب بعدين عادي يعني الشيء سبحان الله كذي شو ما تقول أسرار ما هدت حالة من الطريق يعني هي الأولى وما هدت حال الباقي القارات وباقي الإسار اللي هم عندهم شوية تخوف أنا أيدت قلت له أفا عليك هذا رزق من عند الله لا تودرين هذا نصيبك من عند الله وها وصيري شاطر هذيك موجودة وأيدتهم أنا حقيقة أيدت وحبيتهم قاعد بشغل البحر قلت له هذيك هو هذيك هذا ما لهذيك وجزاك الله خير وشدي في البحر البحر فيه موي وفي طوفان والله قلت له في موي وطوفان ورياح وكم ناس اللي ماتوا في البحر لكن قاسوا أول عشان الروقة I think the reaction has been great because I think the most important thing that we've shown people with the Oman
women's program, and that's not just the race team, but all the program is, you can be a very good woman in a traditional sense. You know, you can be a wife, you can be a daughter, you can be a mother, but you can also have this adventure. You can also learn to sail and teach other people and inspire people. And I think because we've shown that you can do both, you can still be a good Omani woman and also a very talented sailor going off around the world, showing everybody how strong Omani people are. The young women and their families had to think carefully about the effect their sailing would have on family life, and whether it might affect their marriage prospects or responsibilities in the future. وقلت لها تراني وخبرتها أسرار قلت لها يمكن بصير عندك مشكلة لأن ما كل الأزواج بتفهمون شغلتك فكل الزوج منهم يعني عادي شغلة تطلعين وسترجعين بس فيها سفر ورحلات وشوية الرياضة هاي صعبة يعني يمكن تبع عملت الحمل ما حمل والأشياء قالت كل شيء خلي يعني لأوانه والله بعده يعني ما صار فإذا يعني صار هالشيء حسب يعني أنا وين يعني مثلا كيف راح أسوي الميزانية كيف راح يعني أسوي يعني مساواة والحسب يعني تقدمت شو التفاهم هل هو يتقبل هذا الشيء ولا Role models are important in sport, especially for young people. The most successful sportswoman in Oman has been the tennis player Fatma Al-Nabhani. أنا كنت أنا أشوف فاطمة النبهانية دائما أقولها يعني أتمنى لو أصير مثلها يوم من الأيام أكون مثلها ما يهمني أي نوع من الرياضة كرة قدم رجبي أي شيء بس أريد أدخل في مجال الرياضة. شيء أكيد إن أتمنىها تكون يعني فوق يعني التوب يعني العلالة كذي هي من يوم صغرها ترى أسرار عندها حاجة يعني شو ما تقولين حماس. عندنا احنا هني في السلطنة بنت مشهورة اسمها فاطمة النبهاني هي من يوم صغرها أسرار دائما تتابع البنت هاي دائما اقول ليش علاقتك بالبنت هاي قالت هاي اول وحدة في السلطنة وبعد ما شاء الله عليها يعني خلاص راحت كذي كل حد يعني عرفي انشهرت اتمنى اصير مثلها النبهاني is Oman's number one tennis player. She started playing at the age of 4 and at her best in 2010 was ranked 362 in the world. She still plays in International Tennis Federation tournaments and is a successful doubles player, winning in Las Palmas in Spain in August 2017. For al-Thuraya, she is a role model. هذا والله هذا شرف لي وأنا أتمنى إن شاء الله ما يكونون بس مثل فاطمة يكونون أحسن من فاطمة مليون مرة وأنا طبعاً رح أفرح لهذا الشيء كثير لأن فعلاً نفسك إن تشوفك إن تشوفي في أحد ثاني أحسن منك وبما أنها مرأة رياضية خليجية عربية فهذا طبعاً شيء يسعدني كثير وأنا أتمنى إنه يكون في ما فاطمة بس أحسن من فاطمة بعد إن شاء الله. But public support from high-profile figures like Fatma al-Nabhani did not guarantee acceptance of al-Thuraya by every sector of Omani society. Even the men's team sometimes attracts opposition. لكننا نحن كشباب ما نخلى احيانا من الانتقادات واذا جلسنا نستمع للانتقادات يعني عمرنا ما نوصل وهذا الجميل يعني في الفريق النسائي انه مهما سمع ما زال يعني مصر على هدفه لانه هو واهله واثقين ان هذا ما يخل ابدا في شرفهم ولا في عاداتهم وتقاليدهم البنت كانت تبحر محجبه تبحر باحتشامها فريق كامل نسائي ما في شيء يعني يتدخل في خصوصياتها وهذا الشيء يخليها ثقة في نفسها أكثر.
إذا رحت أنا خاصة إذا كان مسافة بعيدة أنكم تقضوا مثلاً 40 ساعة في الماء أو أقل أو أكثر، فدائماً يكون في توتر يكون عندي قبل أي سباق، لأن ما أعرف أنا شو راح أواجه، فخاصة إذا كان قارب جديد عليه، إذا كان قارب جديد ففي أشغال دائماً جديدة، أو مثل أنت مثل أنا أكون مع طاقم يكون مو بناتنا تعودت معاهم، فدائماً يكون في توتر كبير قبل ما أدخل أي سباق. كان أمواج شلون يعني الهواء وشلون يعني التعاملين، إذا سبحان الله فيها وبدايتنا كنا ما نعرف كنا يعني نقلب فنرجع. The girls come along and they work just as hard as the boys. And if they lose to the boys, then they say, right, tomorrow, you know, tomorrow we win. So it's interesting. All I see is someone who's driven, someone who's committed, and somebody who wants to work hard. So I find it very difficult to tell them apart, to be honest with you. Coming up in part two, for these Omani women, sailing became about something more than just going out to sea in boats. والله نحس بفخر كبير، هذا الوطننا أول شيء، والأهالينا اللي شجعونا، والإدارة نفس الشيء، فنبي نعطي صورة حلوة، نبي نغير المفهوم الشخصي للناس اللي يعتقدوا إنه مثل المرأة إنه مفروض تأخذ شغل روتين أو شغل مكتب، إنه في فرص المرأة بإمكانها تعطي أكثر، وصح إنه ما يعتمد على جسم بس نفس الشيء يعتمد على العقل أكثر، فنبي نغير مفهوم الناس حول قدرات المرأة أكثر. And the impact al-Thuraya made when they took part in international competitions. At the end of the regatta, there were male teams going up to the girls and saying to them, okay, respect, you know, well done, you know, you have our respect. I have been sailing for 25 years, you've been sailing for 1 year, and you beat me. Four young women in Oman took part in a government initiative to widen their horizons and develop their skills by training to sail competitively. It was part of an ongoing national strategy to put Oman on the global map and open up opportunities for young Omanis, even if it meant challenging some Gulf stereotypes. The crew and the boat took their name al-Thuraya from a constellation of stars. كان البحار القديمين يعني البحار الشرعي كامل كانوا يدلوا الطرق في الليل كان عن طريق نجمة الثريا. بعدين الثريا اسم جميل، ذكرى وذكريات اللي عندنا احنا كبحارة، ونفس الشيء في المجتمع العربي. الفريق كونه اسمه الثريا وهو اسم نجم عالي جدا في سماء محلق، هم بكونهم في هالفريق اصلا يسجلوا اسم عمان في العالم، يعني فعلاً والاسم ما جاء من فراغ. When al-Thuraya crew took part in the Muscat Regatta in 2011, it was their first big race as a team. كان مسقط ريغاتا مع مدرب اسمه بول. فيعني أول يعني مشاركة لي ما كنت أبي أعرف الخارة، بس يعني الحمد لله جبنا في المركز الأول. كان يعني كنت أنا أول سباق كنت حمسة أقول يمكن يجيب شيء، بس الحمد لله في مسقط رقاتة حصلنا على المركز الأول. Sailing can be a sport for different shapes and sizes. As with other sports, mental resilience is just as, if not more, important than physical strength. Not a bad sport for women because you don't have to be the strongest. If you're strong, it helps, but there's positions on the boat where actually we need someone to be as small as possible. We need the tallest, we need the smallest, we need someone strong, we need someone very gentle. The most important thing you need for sailing is you need a good mind. If you've got a good mind and you can understand the game, then there's a position on the boat for you. تتحمل الشمس
تتحمل الشغل اللي ييها يعني أو الوظيفة اللي هي فيها، تتحمل تكون يعني تيم وورك مع كل حد، تكون يعني قد المسؤولية، يعني ما تعطى شيء تكون مسؤولة عليه، يعني تسوي يعني تأمر على تسوي حاجة تكون تسويها صح. رياضة البحر ليست رياضة بدنية، لكن رياضة بدنية وذهنية في نفس الوقت. مثل البحر يحتاج لقراءة، يحتاج لصبر، يحتاج لتحمل مع درجات الحرارة المرتفعة في الصيف ودرجات الحرارة المنخفضة وقت الليل، يعني تعطيك شعور إن أوكي، شعور تحدي في الأول والأخير، تحدي الذات. Women in sailing in general, there is the perception that women are not as strong and they're not as dedicated, and therefore they'll be easy to beat. But we've had a wonderful summer this year where the girls have gone round to Europe and gone racing, and they competed in a world championship. And there was, at the end of the regatta, there were male teams going up to the girls and saying to them, okay, respect, you know, well done, you know, you have our respect. I have been sailing for 25 years, you've been sailing for 1 year, and you beat me. And hopefully, you know, the girls realize that even though you're starting in a position where people don't believe that you will be a good competitor, when you are, they are so impressed that you have their respect for life. لما يكون ضغط وايد معاي اقول خلاص ما ابغى، يوم ارجع مره ثانيه الدوام صبح يعني ايش قلت امس غير يعني مجرد هذيك اللحظه ترجعين البيت ترتاحين خلاص يروح كل شيء، يعني بالصباح يكون يوم جديد حالك. The EFG Sailing Arabia Tour in 2012 started in Bahrain, went past Qatar and the United Arab Emirates, and ended in Oman. The four al-Thuraya women joined four professionals for the race to make a crew of eight. في الطواف العربي قطعنا 760 ميل، 15 يوم في البحر، أبدا ما كانت تخطر على البال. مع المركز الرابع في 2012 كانت دفعة قوية جدا، وإن شاء الله نتمنى نحقق أشياء أكثر. إنه يريدوا أربع بنات على أساس يطلعون طواف العربي مع مجموعة بروفيشنال، وكانت الطاقم مختلف الجنسيات، فعندنا واحدة من أمريكية فرنسيات، وكانت دي كفاري هي السكيبر حق القارب. كان بلدة يعني رحنا في بحرين وقطر وابوظبي ودبي، بعدين راس الخيمة، بعدين خصب، بعدين عدم صنع، بعدين مسقط. هذه المراحل في يعني على حسب الهواء.
الحمد لله كبر الفريق فصرنا 4 بنات عمانيات في قارب و4 البروفيشنالز. فهذا 2012 فالحمد لله كان دوري جدا أساسي في القارب. فالحمد لله تممت كل السباقات مسافات الطويلة وسباقات مسافات القصيرة من البحرين لحد عمان. فهذا الشيء كان أكبر إنجاز بالنسبة لي لأن كنت عضو أساسي في الفريق. كنا مستمرين في الشغل حتى يعني يومين ثلاثة أيام كنا يعني مستمرين. إذا واحدة تتعب تسوي بنت ثانية. فلحسب يعني إذا بنت عن الوظيفة اللي هي فيها يعني ما تسويها يعني تيس كذاك فاضية فتقدر تساعد البنت الثانية اللي هي تعبانة. نوعية الأكل اللي ناكلها اللي إحنا قبل نروح السباق نجهز سندويتشات حالنا يعني نشتري نروح نتسوق نشتري أغراض يعني مثل خيار جبن هذا سوينا سندويتشات مثلا حمص مع خيار نسوي دجاج يعني كامل نسوي سندويتشات فواكه سناكس. Apart from gender, drive, motivation, and the mix and chemistry of the team are all key factors in molding a successful crew. أكثر شيء التحدي البدني لأنه الشباب أقوى منا بس نفس الشيء قوة التحمل لأن أول ما تقضي من 6 إلى 7 ساعات في البحر ممكن شوي يجيش تحسين بوحدة ولا شيء فهذا أكثر شيء بس الحمد لله دائما الفريق اللي أنا أروح معاهم يكون جدا مؤانس لحد ما نوصل نحن بعدنا ما حاسين بالوقت. Each one is a little different. They're all very individual. We have some girls who are very, very quiet and very calm under pressure, but inside they're always thinking. And when it goes badly for them, we make a mistake and we don't do very well, you really see them getting upset. We have other girls that always like to joke and always like to turn everything into a smile and laughter. But when we start the race, everyone becomes very serious and everyone becomes very, very driven. And there's always an atmosphere of next time we do even better, next time we do even better. As well as empowering these young Omani women in ways they didn't imagine possible, sailing enabled them to develop as people. وايد أشياء يعني تغيرت فيني. كنت ما يعني اختلطت بالناس وكذي. كنت ما اجتماعية وايد بس الحمد لله رب العالمين الحين غير. صحافة من كذي يعني ناس اجتمع فيهم بلدان ثانية ما توقعت إني أسافر أروح أماكن ثانية. بعد ما خلصنا كذا انتقلنا لجيتي نفس الشيء أنا وزميلاتي البنات الأربعة وواحدة بس البروفيشنال. فسوينا أعتقد 4 سباقات عشان نتهيأ للآخر سباق اللي هو الجي اي تي وورد. فالحمد لله دخلنا في جي اي تي وورد جبنا الحمد لله 91 من مجموع قوارب 118. فبالنسبة بالرغم من هذا كان أول سباق لنا بس كنا فرحانين جدا تممناه. يعني بعض الأحيان أقعد في البيت ملان أقول لا لازم شيء أسوي أروح الدوام بعض الأحيان أقولهم في شغل هناك معايا أروح بس أسوي بحار سيلينج. يعني بعض الأحيان في القارب أقولهم أريد أسوي سيلينج يعطوني أسوي سيلينج. Al-Thuraya was the first women sailing team in the whole Gulf region. They set out to change perceptions of women in the region by doing the same thing as the men in the same conditions. But it was about more than just yacht racing. They wanted to move barriers to achieve something different. والله نحس بفخر كبير هذا الوطننا أول شيء والأهالينا اللي شجعونا والإدارة نفس الشيء فنبي نعطي صورة حلوة نبي نغير المفهوم الشخصي للناس اللي يعتقدوا إنه مثل المرأة إنه مفروض تأخذ شغل روتين أو شغل مكتب إنه
في فرص المرأة بإمكانها تعطي أكثر، وصح إنه ما يعتمد على جسم بس نفسه يعتمد على العقل أكثر، فنبغى نغير مفهوم الناس حول قدرات المرأة أكثر. مثل كل فتاة خليجية أو أن عربية أن تخوض سباقات تدش البحر، ما هذا يعني يكون لي راجع، بل يعني فخر لكل فتاة خليجية. حبيت أكمل، قلت لها لازم أكمل، أثبت نفسي وأثبت الناس لأن إحنا عمانيات قادرات نصير أحسن، نطور نفسنا أكثر. Raya Rashid al-Habsi first sailed competitively in 2012. In July 2013, she sailed with al-Thuraya in the J80 World Competition in Marseille. A month later, she became the first Omani woman to compete in the fast net race in Oman's flagship boat, Musandam. ونفس الشيء جاءت فكرة جديدة إنه يريدوا نفس الشيء بنت عساس تطلع في القارب مسندم، اللي هو قارب أكبر قارب وأسرع قارب عندنا، ففكرة جذبتني كثير إنه هذا القارب، أنا كان بالنسبة لي إنه أول مرة أدخل في القارب سريع جدا مثل قارب مسندم، فالحمد لله رشحوني، كنت واجد فرحانة، حتى أني ما كنت مصدقة كيف راح أدخل في القارب، يعني معروف أنه الموجودين في القارب عندهم سيرة ذاتية كبيرة جدا في البحار وعندهم خبرة كبيرة، فالحمد لله مدربتي دي كفاري كانت هي أكبر الموتيفيشن وأكبر الشخص أعطتني هذا الطاقة أنه بإمكانش تسوي وجربي، فالحمد لله أنا وياها كنا، وأحمد وفهد كان من ضمن الفريق، والبقية سيدني والفرنسيين كانوا معانا الحمد لله، إنه أول ما دخلت ارتحت لهم الفريق كلهم، ونفس الشيء كانوا هم عارفين إن خبرتي قليلة جدا، وخاصة إن السباق اللي رحت فيه كان يعني كل الناس رايحين مستواهم جدا عالي في البحار، بس الحمد لله توفقت سويت الكامل السباق ورجع مركز الثالث. أيوة خذينا 40 ساعة، لأنه كالعادة بقية قوارب خذيت 4-5-6 أيام. The J80 in Marseille in 2013 was the first time al-Thuraya had competed outside the Gulf. J80 is a class, a size of yacht. Going to France was a major stage in al-Thuraya's development. مشاركتنا كان هذه المشاركة الأولى اللي هن سابق نروح نشارك فيها، يعني قبل كم معسكر نسوي تدريبات بعدين سباق، المشاركة الأولى لنا صراحة فخورين إن إحنا كفريق نساء نشرف الدولة، نشرف أهالينا، إذا نحن سوينا إنجاز أو ما سوينا إنجاز في هذا السباق، نحن نريد نسوي شيء، يعني إن في بنات راحوا سابقوا خارج الدولة. الحين خبر اللي قلت لك عنه مواقع عليه ما علمني عنه. هذه الشغلة قلت لك عنك عن البحر وعن الغواص وعن زين. يوم بتمشين هناك فرنسا لا تقولين يعني حين بتمشي الوحدة بثنتين رباعة، والله لا انت رباعي كان رباعة لأن بلاد انت وكل ما شاءت لها ما تعرف عليه يعني كيف سيحها وكيف شو اسمه، أنا بقول لك انت رباعي تاخذن أذن من غير كان بتروح معك المسؤولة بتروح معك أو عدن أو شيء، إذا كان بتمشي تاخذن أذن عندي أي شيء وتاخذ إرشادات مال البحر وكل شيء تعرف أن أنت الحين، هذا أنا أطلب منك إن في كل وحدة عاصمت وخالفت أنا ترى يزعل حليك الوايب هذا أنا آي كلامي يلا أنت. What I would really like the Al-Thuraya team to do, and if I leave Oman Sail 20 years time, you know, I look back, what I want the Al-Thuraya team to do is to show other people, women, men, that this is a good adventure. It's hard work, but if you work hard,
you race against other people around the world and you earn their respect, there is nothing better than that. It is something really special to have people say, well, you know, you were impressive. You really, you know, I respect your talent. And that's what this team is about. It's about hopefully some children looking at the team and thinking, well, maybe that is for me. Maybe I should work hard enough that I can go to a world championship with the Oman flag on, you know, on my back and show everybody how strong we can be. Al-Thuraya gradually began to see themselves as role models and that they had a responsibility to set an example to other young Omani women who might follow in their footsteps in the future. أنا أريد أكون إن شاء الله يوم من أيام أول مرأة عمانية تطفى للعالم. يعني رياضة الأبحار ممكن أثبتت للعالم أن المرأة قادرة على فعل ما تريد. But the big thing for all of us, and that's the same for all the girls, is hopefully we don't want to be the only team. We want to show everybody that it's possible. It's possible to be a good Arab woman and to be a fantastic athlete as well. They are both very possible. So the more teams, the more happy we are. إن شاء الله أتمنى يكون في قارب كبير كامل يكون فريق نسائي كامل مختلف دول عربية وإنه نأدي إنجاز مهما كان الإنجاز بس يكون قارب نسائي عربيات. Al-Thuraya team represented Oman for 4 years. The four women laid the ground for what's now called the Oman Women's Sailing Team. It has new members who've picked up Al-Thuraya's baton, like Ibtisam Al-Salmi, Marwa Al-Khayfi, and Tamadr Al-Balushi. They took part in the 2017 EFG Sailing Arabia event, sailing in this new Far 30 class boat. They already have track records in sport. Marwa is an athlete and handball player. Tamadr comes from an equestrian background and played football, volleyball, and basketball. In 2015, Ibtisam was invited by her British coach, Dee Kafari, to join the only all-female crew at the Volvo Ocean Race, which covers over 40,000 nautical miles in 9 months. She's part of the same class of Oman Sail graduates as Al-Thuraya and is one of the new generation of professional female sailors in the Middle East. The team's goal is to represent Oman in the international arena and add more offshore miles to their sailing careers.